سأكون أول من يدير العجلة. كم أنا محظوظة! أنا فقط أحب النقانق. إنه لأمر رائع أن أحصل عليهم. بتعبير أدق، نقانق ضخمة. والآن سأكتشف ما اللذاذة التي سأحصل عليها. اللعنة، أردت لذاذة وليس شيئا مقرف. ربما لم يفت الأوان لتحريكها. لا، لن أسمح لك. هل تريدينني أن أكل هذا الهراء؟ مقرفون ومخيفون. لا، لن أفعل. أنا بالفعل خايفة جدا منهم. إذا كنت لا تريدي، إذا لديك عجلة العقوبات. لا، أفضل الصراصير. على الرغم من أنهم لا يتناسبون مع البيتزا الشهية على الإطلاق. أوه، هاجموا ذراعي. لا، لا أريد ذلك. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا، حان وقت النقانق. أنا موافقة تماماً. الآن سأصنع بيتزا من الهوت دوغ مع هذا السشق اللذيذ. انظري فقط كم هي كبيرة ولذيذة. لم أتذوق أي شيء أفضل. السشق يكمل طعم البيتزا بشكل مثالي. ألذ من الهوت دوغ العادي. جولي، أنت تجبرينني على تناول قضمة لذيذة. بالطبع سأفعلها بكل سرور. ماذا تفعلي؟ من سمح لك بلمس نقانقي والبيتزا؟ هيا، أعطني الهوت دوغ أيضا. كنت أن تأكلينها كلها. هيا، كلي الصراصير الخاصة بك. لا أريد، هناك الكثير منهم. من الواضح أنهم يريدون أكل البيتزا. واو، مجموعة كبيرة فعلا. دعينا نبعدهم جميعا. اسمحوا لي على الأقل أن أخذ لقمة واحدة من البيتزا. واو، لم يتركوا شيء تقريبا. حسنا، هذا أكثر ملائمة. لقد أكلت لتوها صرصور. يا له من كابوس. يبدو أنه استقر في فمي. ابتعد. ميلا لديها مملكة صراصير في فمها. هل يمكنني أن أكون أول من يجير العجلة؟ أتساءل ماذا سيكون لدي في هذه الجولة؟ لا، لا، ليس ديدان. سأكون سعيدة بمضغ العلكة وليس ديدان. هاي، أنا أحب الهوبا بوبا. حان دوري الآن لتدوير العجلة. ليس عادلا. لماذا لديها علكة ولدي أقدام الدجاج؟ هذا مقرف ومخيف وسيء. نعم، أنا لا أحسدك. من الأفضل أن تأكلي بسرعة. فعلا، ماذا أنتظر؟ حان الوقت لنشر العلكة على البيتزا لجعلها جميلة ولذيذة. إنها مشرقة وطويلة، لذلك ستتألق البيتزا بالتأكيد بألوان جديدة معهم. أنا متأكدة أنه سيكون رائع. تادا! حسنا، كيف؟ أعتقد أنه مذهل. نعم، يبدو رائعا، ليس مثل أقدام الدجاج. بالمناسبة، خطرت لي فكرة رائعة. سوف تفرح ميلا بالمسحة التي توصلت إليها. ما هذا الهراء؟ لا، هذا كثير جدا. سيكون من الأفضل لو لم تدفعي هذه الأقدام علي. هيا، دعيهم على البيتزا، ستكون أكثر فائدة. ولماذا يجب أن أعاقب؟ يمكنني الاستمتاع بطعم البيتزا، لكن لابد لي من الاختناق من أقدام الدجاج. حسناً، كيف؟ هل يعجبك؟ هل هي بيتزا لذيذة؟ هل تمزحون معي؟ هيا، كل البيتزا الخاصة بك. سأكل البيتزا خاصتي بكل سرور. كم هذا رائع! لم يكن لدي فكرة أن العلكة والبيتزا يشكلا شيء غير واقعي. إنه لذيذ جدا، لا أريد التوقف. أفضل بيتزا في العالم. الآن حان وقت الفقاعة الضخمة. واو، إنها فعلا كبيرة جدا. كلما كبرت الفقاعة كبر الانفجار. ماذا حدث؟ أين أنا؟ لا أستطيع رؤية أي شيء. هذه فرصتي للتخلص من كل أرجل الدجاج. أكل البيتزا بدونها ألذ بكثير. جولي، هل تعتقدي أنني لم أرى شيء؟ لقد رأيت. ولأنك غشيتي، عليك أن تواجهي عجلة العقاب.
أتمنى أن أحصل على شيء جيد. مطر، هذا لطيف. لكن ماذا لو كان مطر أقدام الدجاج؟ ساعدوني، أنا مغطاة بهذه الأقدام السيئة. جولي، تبدين مضحكة جداً. دعونا نرى ماذا ينتظرني هذه الجولة. نعم، أنا محظوظة. حان الوقت للعيون السكرية. لا يمكن أكلهم فقط، بل يمكن أيضاً اللعب معهم. انظري ميلا، لدي عيون على أصابعي. مضحك. حان الوقت لتجربة العيون. حسناً، كيف؟ هل هم لذيذون؟ جداً. أنا متأكدة من أن البيتزا ستكون رائعة. أريد شيئاً لذيذاً. لا، أخطبوط. إنهم صغيرون جداً، لزجون ومقرفون. لا أستطيع أن أتخيل مدى فظاعة البيتزا. أتخيل أنها ستكون مقرفة، لكن هنا لا يمكنني أن أخطئ. أنا متأكدة أن البيتزا بعيون مربى البرتقال ستكون لذيذة، حتى أنها تبدو ممتعة ولطيفة وحلوة. لنتذوق. كم هو لذيذ، لا أستطيع التوقف. شهي. لن أقول لا لمربى البرتقال أيضا. انظري هذه العين التي ستظهر في فمي. جولي، أنت تتلعبي كالعادة. أنا فقط في مزاج جيد. عزيزتي، لماذا لا تأكلي؟ لقد تمنيت بالفعل ألا تتذكرينني. لا أريد حقا تجربة هذه الأخطبوطات. آمل ألا يلتصق بي من الداخل. ميلا المسكينة، تجعلني أشعر بالسوء. بالطبع، هذه أخطبوطات لديها مصاد ويمكن أن تلتصق باللسان. جولي، هل تعتقدي أن هذا مضحك؟ ليس عليك الضحك، الآن سأريكي. ما كان ذلك؟ كيف تجرؤي؟ الآن أنت تعرفين أن الأخطبوط ليس شيئاً مضحك؟ لقد فعلت ذلك عبثاً. انتظري، الآن سأحشو البيتزا في فمك. بعد ذلك بالتأكيد لا يمكنك الهروب من كل هذه الأخطبوطات. خذي هذا. مقرف، مقزز. جولي، أنت قاسية جداً. لا، هذا عادل. شهية طيبة. دعينا نقرر من سيبدأ. لقد ربحت، سأكون أول من يدير العجلة. نعم، أنا أحب البطاطس المقلية. هل تحب الصراصير أيضا؟ سوف تحصلي عليهم. جولي، ليس عليك الغش. أعيدي العجلة إلى الوضع التي كانت عليه، أو علي أن ألجأ إلى عجلة العقاب. حسنا. ها هي البطاطس، هناك الكثير ورائحتهم لذيذة جدا. أريد أن ألتهمهم في أسرع وقت ممكن. جولي، حان دورك الآن لتدوير العجلة. بالضبط. آمل أن يكون شيئاً لذيذ. لا، أي شيء إلا الثوم. إنه كريه جدا. عجيب، لم يأتي شيء، لذلك لن أضطر إلى أكل أي شيء. انظري بدقة أكثر. في الواقع هناك رائحة تأتي من هنا. اللعنة، علي أكلهم وليس وضعهم على عنقي. أحتاج أولاً إلى تقشير الثوم. حسناً، لدي علبة خاصة لهم. أحتاج أولاً إلى وضع كل الثوم هناك. أغطيها وأشغلها. في غضون ثوانٍ يتحول الثوم إلى ثوم مقشر، ويمكنني الرسم على البيتزا به. قلب رائع. فكرة عظيمة، وبمساعدة البطاطس سوف أرسم هذا الوجه الضاحك. ابتسامة لطيفة. الابتسامة أفضل من القلب. حسناً، لقد قلتيني. لا شيء يمكن أن يكسر قلبي من الثوم. الآن أنت بحاجة إلى أكل هذا القلب. كيف سأكله؟ القلب جميل جداً.
هيا، وقت عجلة العقوبة. اللعنة، لست محظوظة على الإطلاق. ليس علي أن أتناول البيتزا بالثوم فحسب، بل سأقوم أيضا بإعداد كوكتيل منها في الخلاط. لدينا خلاط، إذا أنت محظوظة. أنا أيضا أتساءل، ما الذي سينتج عن هذا؟ أعتقد أنه سيكون شيئا قبيحا جدا. الآن سوف نكتشف. إذا تقيأت فإن ميلا هي المسؤولة. هذا الخليط سيجعلني أشعر بالمرض بالتأكيد. نعم، يبدو قبيحا حقا. أوه، رائحتي كريهة جدا كالقمامة. أمسكوني، أنا أسقط. أوه لا، الثوم قتل ميلا. رهيب. أنا هنا، أنا بخير. واو، حتى البطاطس المقلية انتهى بها الأمر على وجهي. أين نحن؟ أعتقد أن هذا تحدي جديد. كم هذا ممتع، هل يمكنني البدء؟ أنا متأكدة أن هناك شيئا لذيذا في تلك الخزنة. لم أخمن تماما، لكنه رائع أيضا. هناك جبل من البوب إيت، إنه غريب نوعا ما. رائحته لذيذة. واو، أستطيع أكله. عزيزتي، هل فقدت عقلك؟ لا يمكنك أكل المطاط. أنت لا تفهمي أي شيء، إنه ليس مطاط، إنه مرميلاد. كم هو لذيذ. أريد أن أكل كل شيء دفعة واحدة. يصعب وضعه في فمي، لكن يمكنني التعامل مع الأمر. كم أنت محظوظة، نحن نحسدك. بالتأكيد، لن أتردد في تجربته. لقد كان لذيذا، لكنني أكلت كثيرا. ربما ستعطينا البوب الأخير. أقترح أن نأخذه بأنفسنا ولا نسأل. في الواقع يمكنني رؤية كل شيء، لا حاجة للمس البوب إيت. أنا سأكله بنفسي. حسناً، سأعتني بخزنتي. ما هذا بعد؟ لا أصدق عيني، يبدو أنها تتحرك. إنها ديدان حية. يا له من كابوس. لا أريد أن أكون في مكانك أبداً جولي. أبعدهم عني. يبدو أن ديدان الخاصة بك ذهبت مباشرة إلى ميلا. ماذا فعلت يا جولي؟ أزيلهم الآن. حسناً، اهدئي، أنا بحاجة إلى مكنسة كهربائية. ميلا لديها دودة تحت أنفها. لكن هذا ليس مضحكاً على الإطلاق. أليكس، يكفي. عزيزتي، لا تقلقي، سأزيلها الآن. أوقفي تشغيل المكنسة، لقد امتصت شفتي. كنت مضحكة جداً. واو، انظر إلى ما حدث لميلا. شفتي مثل الزلابية المنتفخة. هذا كله خطأك. أنت الملام يا أليكس. كان يضحك طوال الوقت ويشتت انتباهي. حان الوقت لتعليمه درسا. ماذا فعلت يا جولي؟ فمي مليء بالديدان. لكن الآن يمكننا أن نضحك عليك. بالمناسبة، نسيت تماما خزنتك. هناك جرة غريبة هنا. ليس لدي فكرة عما هي. ربما تستحق التذوق، وسأفهم كل شيء. حسناً، كيف تشعر؟ يبدو أن شيئاً ما يحدث لي، لكنني لا أعرف ما هو. ميلا، انظري، لقد أصبح أليكس صغيراً. بالضبط، هذا يليق به، إنه لطيف جداً. أليكس، سأضعك على المنضدة. شكراً لك ميلا، لكن كان ممكن أن تكوني حذرة أكثر. نحبك يا أليكس، ابقى دائما هكذا. لا أمانع. واو، بوب إيت، يمكنني أخيرا أن أجربها وأقفز عليها أيضا. مذهل، إنها أفضل من الترامبولين. ماذا تفعل يا أليكس؟ أنا أستمتع بالحياة. هذا لطيف جدا. أرسل لكم قبلة في الهواء. سأتوقف عن القفز، أنا متعب بالفعل. ربما يمكننا اللعب قليلا. ماذا؟ لا، لا نفعل أشياء غبية. لم يكن عليك أن تعضني، كان بإمكانك أن تتحدث. لكن هذا ممتع للغاية. هل تتحدث عن المتعة؟ الآن سوف أريك ما هي المتعة الحقيقية. بدأت المعركة. بماذا تفكر يا جولي؟ تريد مني هزيمة الدودة. سهل، سأهزمها في ضربة واحدة.
على الرغم أنك لن تهزمها. لا مشكلة، لدي فرصة للتعويض. أحسنت يا أليكس، أنت تفوز. هزمتك أيتها الدودة الغبية. لم يبقى الكثير. فوز. يا لها من قوة رائعة، لقد أدهشتنا. حسناً، حان الوقت للعودة. لقد عدت إلى ما كنت عليه من قبل، وأنا سعيد بذلك. هل يمكنني أن أبدأ هذه المرة؟ نحن لا نمانع. واو، هل ترى هذا؟ حصلت على آيفون. يا له من رائع. هذا ليس سبباً للتفاخر. يجب أن تحسدوني جميعاً، لن يكون لديكم هذا الهاتف. أليكس، ابتعد عن إطار الصورة. حسناً أيدي، سأخذ الهاتف. يبدو أن هذا سيدوم لفترة طويلة. أعطوني إياه، يكفي. ماذا تفعلين يا ميلا؟ سأخذ الهاتف مرة أخرى الآن. لا تزعجني، أنا ألعب. في الواقع أريد أيضاً اللعب. أنا أيضاً. ماذا فعلتم؟ لقد أسقطتم الهاتف. أوبس، هذا محرج. ما خطبه يا أليكس؟ أخبرني. من الأفضل ألا تري. أوه لا، ليس هذا، لقد انكسر. آسف جولي، لم نقصد ذلك. دعونا لا نتشاجر، بل نرى ماذا لدي. أعتقد أنني سمعت صوتا غريبا. ما الذي يمكنني الحصول عليه؟ يبدو أنه يراوغني. لا أصدق عيني، إنه ضفدع. هل أنت جادة؟ مستحيل. أبعدوه عن رأسي. أنا آسف، لكنني لن ألمسه. يبدو أنني تخلصت منه. لا، لقد قفز علي. كم هو غروي ولزج. خذه. ماذا فعلت جولي؟ كنت أنا ابتلعه. أعتقد أنه لا يجب أن نخاف منه. انظر كم هو لطيف. ماذا لو كان أميراً مسحور؟ سأحاول تقبيل الضفدع لكسر التعويضة. حسناً كيف؟ هل نجح؟ ميلا قبلت الضفدع. وماذا في ذلك؟ كان علي التحقق. ويجب أن أتحقق ماذا يوجد في خزنتي. هناك قبعة، لا أعرف ماذا أفعل بها. جربها وأنظر إذا كانت تليق بك. احذري، لقد قفز الضفدع مرة أخرى. انظري ماذا حدث له، يبدو أنه مصنوع من الشوكولاتة. هل هو شوكولاتة حقا؟ لذيذ. لقد اكتشفنا كيف تعمل القبعة. وأنا أعرف بالفعل ماذا يجب أن أضع فيها. ماذا تفعلين يا جولي؟ لقد نجحت بالفعل، حولت الهاتف إلى الشوكولاتة. فكرة عظيمة. كم هذا لذيذ. أنا بحاجة إلى تحويل شيء ما أيضا، لكن ليس لدي أي شيء. انظري جولي، أصبح أليكس شوكولاتة. ماذا تفعلين ميلا؟ لماذا تحتاج إلى أصبعه؟ قفي، ليس عليك أكلها. أنت على حق، لم أفكر. أعرف كيف أساعد أليكس، سأزيل القبعة فقط. حان دوري لأكون الأول. يبدو أنني حصلت على ضيافة لذيذة. واو، مخفوق الشوكولاتة. هذا يبدو جيدا جدا، هل ستشارك؟ أحتاج أولا إلى فتحه. ماذا ستفعل بدوني؟ أنت بحاجة إلى لفه هكذا. شكرا لك. الآن سوف تشارك معي. بالطبع لا. كيف فكرت هكذا؟ سأشربه بنفسي. بالمناسبة لذيذ جدا. أنت بخيل، لكنني ساعدتك. حسنا، خذ هذا. ماذا فعلت يا جولي؟ سكبت كل ما لدي من الكوكتيل. لو أنك قمت بالمشاركة كان سيبقى لك. بارع جدا. حان دور ميلا. لا أريد فتحه، هناك بالتأكيد شيئا لا طعم له. حسنا، سمكة كريهة الرائحة، أخبرتكم. ماذا أفعل بها؟ لا أستطيع أن أضعها في فمي. تناول الطعام بسرعة وإلا سنختنق. لكني لا أريد، أنا فقط من أجلكم مستعدة للقيام بذلك. كم هي سيئة، مرعب. لن أكل هذه السمكة مرة أخرى في حياتي.
هيا انتهي قريبا. حسنا حسنا، اعتقد من الافضل اكل كل السمكه. واو، كيف هذا ممكن؟ لم اكن اعتقد ان ميلا قادره على شيء من هذا القبيل. لقد رميت الحسك في وجهي. لكن هذا كان مضحك. ليس صحيحا، افتحي الخزنه. هناك حلوى واحده، وماذا افعل معها؟ ربما علي اكلها وهذا كل شيء. لذيذه لكنها صغيره جدا. حبة واحدة وجبة غريبة. أوافقك. ربما لا يجب أن أبحث عن تفسير. ما الذي يحدث؟ نعم، وجهك مغطى بالحلوى. ويدي أيضا. هذه الحلوى مذهلة. انظروا، بدلا من الحلويات القديمة تظهر حلويات جديدة. هل يمكنني تجربتها أيضا؟ مذهل، كم هي لذيذة. انظروا، أنا مغطى بالحلوى أيضا. رائع، كم أحبه. هل تريد يا ميلا؟ لا شكرا لك. هاي خزائن جديدة. أنا جاهزة لفتح خاصتي. واو، تحتوي على علبة نوتيلا بداخلها. بالضبط، وهي كبيرة. انتبهي أين ترمي القمامة جولي. كم هذا مؤلم. آسفة، لقد جعلتني النوتيلا غافلة جداً. فقط لا أستطيع الانتظار لتجربتها. انظروا إلى هذه الشوكولاتة، إنها متعة حقيقية. وأنا أيضاً أريد. مذهل، حصلت على القليل. شكراً. لا تجرؤ على الاقتراب من النوتيلا مرة أخرى يا أليكس، لن أعطيها لأي شخص. جولي، أنت متسخة. وماذا في ذلك؟ لا، يبدو أن يدي عالقة في الجرة. يبدو أن شخصاً ما يحتاج إلى مساعدة عاجلة. اسحب أليكس، لا أريد أن أمشي هكذا لبقية حياتي. أنا أسحب لكنني لا أنجح. ساعدوني، أنا أسقط. لكنك نفسك طلبت ذلك. واو، لدي علبة نوتيلا الآن. إذا كنتم تسألون عن حالتي فأنا بخير. بصراحة لم نسأل. لماذا أخذت النوتيلا خاصتي؟ كم هو لذيذ. لا يزال هنا. حان الوقت للفتح. ماذا يوجد في خزنتي؟ اجلبوا أقنعة الغاز على وجه السرعة. إنها جبنة زرقاء. لن نحتاج إلى أقنعة الغاز إذا أكلتها الآن. أعتقد أن ميلا بحاجة إلى مساعدة. في الواقع لا، لم أطلب المساعدة. أعتقد أننا نجحنا، لقد أكلت كل شيء تقريبا. كيف هذا ممكن؟ أنا ذاهبة للتقيؤ الآن، أنا بالكاد أستطيع التحمل. من الجيد أن كل شيء سار على ما يرام، فقط خزنتي الغامضة بقيت. يبدو وكأنه ثقب أسود في الداخل. أنا، لماذا أنا غير محظوظة بيتزا واحدة فقط؟ لأن البقية لدي. كلا كلا، لدي كل البيتزا. فقط انظروا إلى هذا البرج. لديك عمود ضخم من البيتزا ولدي واحدة فقط، ليس عادلا. توقفي عن التذمر، من الأفضل أن تبدأي في الطعام حالا. آمل أن تكون البيتزا لذيذة على الأقل. بالتأكيد تبدو فاتحة لشيء أكثر من غيرها. لذيذة، فقط شهية. وكم يوجد جبنة، أنا أحب الجبن. مهلا، احذري. أنا لست كيس قمامة بالنسبة لك لترمي علي. حسنا، خذي هذا. لم أفعل ذلك عن قصد. أريد أن أتناول البيتزا بسرعة أيضا. منظرهم يسيل اللعاب. وصلت إلى طريقة لتناول الطعام بشكل أسرع وأكثر راحة حتى لا تتسخ يدي. واو، مرة أخرى. يا إلهي، لم أكن أعتقد أن أي شخص يمكنه فعل ذلك. كيف فعلت هذا؟ البيتزا لذيذة، لذلك يمكنني فعل ذلك. ماذا حدث؟ يبدو أنك الآن بالتأكيد لن تصلي إلى البيتزا، لكننا نحن لن نرفضهم. أنا بحاجة ماسة إلى العودة إلى طبيعتي.
أين البيتزا الخاصة بي؟ من سرقها؟ حقا من يجرؤ على ذلك؟ يا لكم من لصوص، كيف لا تخجلون؟ لا نخجل على الإطلاق، لأنني أفكر فقط في كيفية أكل البيتزا الخاصة بي. حسنا، البيتزا اللذيذة لدي، حان الوقت لالتهامتي. ربما لا يجب أن تأكلهم من القاعدة. ما الذي يمكن أن يحدث؟ هذا هو، لقد قلنا لك. نعم، كان هناك سقوط بيتزا حقيقي. لماذا هذا العقاب لي؟ أنا أكره الثوم. ومن يحبه حتى؟ لم يحالفكم الحظ، أنا لدي ثومة واحدة فقط. لماذا تضحكي؟ أنت أول من سيأكل. بكل سهولة، أنا لست جبانا، لذلك سأتعامل معها بسرعة. الشيء الرئيسي ألا أغمى علي. يبدو أنني بلغت في تقدير قوتي. هذه القمامة غير واقعية بكل بساطة، يكفي بالنسبة لي. ماذا؟ يجب أن تنهي كل الثوم. لدي هدية لك، عصارة الثوم. يمكننا وضع كل الثوم فيها وعصرها في فمك. لا أريد أن أمرض أو سيغمى علي. لم أكن أطلب منك، هيا افتحي فمك. هذا فقط مقرف. أشعر وكأن قطة في فمي. الآن أنتم تفهمون ماذا أعني. أوه، أنا حتى أستطيع شمه. كم هذا كريه الرائحة، مرعب. من الجيد أن لدي دائما علكة لمثل هذه المناسبات. شكرا جزيلا، لن تضطروا إلى شم شيئا بعد الآن، ولن أضطر إلى المعاناة. أليكس، حان دورك لأكل الثوم. لماذا أكله؟ انظروا إلى هذه القلادة الرائعة التي يمكنني أن أصنعها منه. توقف عن العبث، عليك أكله. أوكي. حسناً، لكن أولاً أحتاج إلى التخلص من كل شيء زائد، لهذا أحتاج إلى إناء ضخم. أهزه جيداً، والآن لن يتبقى سوى الحصوص، مما يعني أنه يمكنني تناوله. واو، لم أتذوق أبداً أي شيء أكثر سوءاً في حياتي. الآن عرفت الرائحة التي كانت تنبعث من فمي؟ يمكن لمشبك الغسيل أن يساعدني. هذا لم يعد كافياً، أنا بحاجة إلى رش معطر الجو في كل مكان. يبدو أن معطر الجو لا يساعد، أنا بحاجة إلى تحييد مصدر الرائحة الكريهة. لقد نجحت، لكن لا تحاول تكرار ذلك في المنزل، لأن معطر الجو خطير جداً. لكن لا رائحة كريهة من فمي. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا كلي الثوم. لا أستطيع تحمله منذ الصغر، إذا رأيتم وجهي يتحول إلى اللون الأخضر ساعدوني أتوسل إليكم. ما هذا الهراء؟ لماذا أنت مستعجلة؟ لا حاجة للتسرع، لكن بهذه الطريقة سأتعامل بسرعة مع كل هذا الثوم. واو، يا لها من شجاعة، ويا لها من سرعة. جودي أنت رائعة. انتهيت، لا مزيد من الثوم. واو، يا لها من رائحة. جولي، أنا آسف، لكن علينا عزلك، وبعدها سننتهي من هذه الرائحة الكريهة. مهلا، لماذا؟ لا أستطيع التنفس، سيغمى علي. نجحنا أخيرا، لا رائحة كريهة في الغرفة. وأنا أصبحت أفضل بكثير. هي يا رفاق، حظي سيء، لدي حبة واحدة من التيك تاك. وأنا محظوظ، لدي علبة كاملة. انظر من هو المحظوظ. نعم، كان يجب أن أحصل على مجموعة من الأشياء جيدة يوما ما. ميلا، لديك أقل شيء، ابدأي. أعتقد أن تناول قطعة واحدة من الحلوى لن يكون صعبا بالنسبة لي. لذيذ، لكنه صغير بشكل رهيب. أليكس، دورك الآن. أخيرا، الآن سنحصل على هذه. ماذا يحدث؟ لماذا لا تنسكب؟ أين الحلوى الخاصة بي؟ ترك أليكس بدون حلوى.
اللعنة، قمت بتشتيت كل الحلوى على الطاولة. أعتقد أنه يمكنني جمعها بسرعة باستخدام قشة عادية. انتهيت. جولي، أنت الوحيدة المتبقية. ليس لدي فقط حزمة ضخمة من الحلوى، لدي مجموعة كاملة من العبوات العادية. نعم، هذا يكفي للجميع. لا، كل الحلويات لي، أنا أحبها جدا، لذلك سوف آكل العديد من العبوات والعديد من الحلويات. شهي. اللعنة، لم تشارك معنا حتى. حسناً، أنا أعرف طريقة كيف نسرق علبة واحدة. تدام، إنها حلوياتنا. حسناً، قفوا، ألا تخجلوا من السرقة؟ لا توجد أدلة، لن تثبت أي شيء. الآن سوف أعلمكم درساً. سيكون انتقام جولي رهيباً. ارفعوا يديكم، استسلموا. ما رأيكم؟ لتعرفوا كيف تسرقون اللذاذة. أوه، هذه حلويات، من الأفضل الإمساك بها. بالضبط. اللعنة، لم يتبقى لدي أي شيء، استخدمتهم بالإطلاق. لكنك شاركت مع أصدقائك.